استحنا من كل القلب ليك تسبحنا من كل هم حب. أناشيد وأغاني بنغنيها لك يا رب السماوات، كلمات مع نغمات نهدي لك ونعلي التسبيحات، كلمات مع نغمات نهدي لك ونعلي التسبيحات. تسبيحا لك يا إله الكون ورب المخلوقات. فيك تسبحنا من كل القلب، فيك تسبحنا من كل هب حب. تعال وغنم معانا أحلى الترانيم، هتلاقي في كل ترنيمة درس وتعليم. إلهك صالح اشهد له، قل له انت عظيم. وليك تسبحنا من كل القلب، ليك تسبحنا من كل هب حب. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم ليك تسبحنا. قد ايه سعداء اننا نكون معاكم في مره تاني علشان نعبد ربنا وكمان نستقبل من ربنا رساله جديده لحياتنا. النهارده عنوان الحلقه عنوان متاخد من كلمه ربنا في اشعياء 45 وعدد 2، الهضاب امهد. لكن اول الايه بيقول انا اسير قدامك والهضاب امهد. أنا عارف أنه الوقت اللي بنعدي فيه من حروب حوالينا من كل حتة، وكمان أكيد كل واحد فينا يمكن عنده هضبة. الهضبة أصغر حبة من الجبل، بس هي هضبة بتقف قدامك. بس في شخص واحد بس يقدر يخلي الهضاب دي تنزل في مكانها، وده الإله العظيم اللي احنا بنتكلم عنه واللي بنقول له ليك تسبحنا. برحب بيكم، برحب بكل اخواتي الموجودين في الاستوديو، وعايز ارحب بشكل خاص بشاب جميل صغير السن لكن كبير العقل والعقلية والذهن الجميل والفكر الحلو، اخويا جورج. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا يا اخ صامويل، وفرحان جدا ان انا معاك النهاردة، وعندنا ثقة ان رب يكلمنا. أشكر رب لأجل الاستوديو الجميل وإخواتي اللي معانا، وعندنا ثقة أن يكون وقت مميز في اسم المسيح. أمين. سعداء جداً أننا نستضيف أخونا جورج جرجس معانا، وبرحب كمان بإخواتي العازفين والمباركين اللي كل مرة بيتعبوا لأجل الرب يسوع المسيح والرب وحده هو بيكافئ. كمان برحب بالكورال بالترتيب، أخويا أبانوب، وبعد كده أختي يوستينا، بعد كده أختي جوي، بعد كده أختي جوانا. بشكر رب من كل القلب. جورج، هقول أخويا جورج أو جورج يعني مع حفظ الألقاب، عايزك تعرف نفسك أكتر للناس، علشان يعني إحنا بنعمل حاجة كده الناس ساعات ما بتبقاش عارفة عننا حاجات الشخصية، يعني يعرفوا سمو اللطيف أو بيشوفوه على الشاشة، وأنت ليك خدمات كتير. نشكر رب من أجلك، مش بس يعني في أماكن مختلفة لكن كمان على السوشيال ميديا. ربنا مباركك كتير فالناس تعرف عنك حاجات شخصية أكتر. أنا طبعا في البداية عايز أشكر رب لأجل ترتيب الفرصة دي، وعايز أشكرك طبعا لأجل الدعوة الغالية. رب يباركك. أنا جورج من المنيا، من قرية اسمها البرجاية جنب المنيا. أنا بخدم الرب من 2012 في خدمة الترنيم، وأنا مرتبط ومعايا 3 بنات، ويعني الرب مباركنا وحطت ايده في ظهرنا ومكمل معانا كل المسيرة. مجد للرب، ربنا يباركك. من المنيا دي كل المرنمين تقريبا يعني، وستبقى المنيا تقريبا يعني الى مجيء المسيح تطلع علينا ناس عظيمة وناس جميلة ومرنمين مباركين. انت قلت الهضاب امهد من ساعة ما انا اتكلمت معاك، يمكن الناس برضو مش فاهمة انت تقصد ايه بالهضاب امهد. اللي انا عايز اقوله يا اخ صامويل في البدايه، مش بس اصلا دايما لما نقول الهضاب امهد فالناس بتتخيل ان الموضوع في جبل،
الموضوع جبل، فالجبل عايزينه ينزل، جبل عايزينه نتخلص منه، لكن ممكن تكون الهضاب بالنسبة لنا مشكلة، ممكن تكون الهضاب بالنسبة لنا أمر مادي، ممكن يكون الهضاب بالنسبة لنا مرض، ممكن تكون الهضاب بالنسبة لنا مشكلة. فاللي احنا عايزين نصلي بيه في الحلقة دي ونرنم بيه، احنا عايزين نقول للرب ممكن تكون المشكلة دي موجودة، بس ينفع تمشينا على المشكلة. أمين. زي ما قال كده المختبر، يقيمنا على مرتفعاتي. يمكن عندك مرتفعات ويمكن عندك أمور صعبة، بس رب يعرف يقيمك على المرتفعات، وكمان مش بس يقيمك لكن يمشيك على المرتفعات. أمين. رائع جدا. لما جورج كان بيقول كده يعني أول الآية بيقول أنا أسير قدامك، وطالما الرب قدامك وانت حطه قدامك أكيد الهضاب هيمهد، المشاكل هيمهد، الاحتياجات هيمهد. إلهك حي ويقدر. لما يسير وجهك قدامي، هو ده موضوع الترنيمة اللي جاية، أنا أسير قدامك الهضاب أمهد. لما يسير وجهك قدامي أنا برتاح. أنت بتمحي أي مشاكل وكل جراح. تعالوا نسبح ربنا ونعلن إيماننا وثقتنا في الكلمات اللي جاية دي وإحنا بنرنم مع أخونا جورج. كل جراح لما يسير وجهك قدامي أنا برتاح، أنت بتمحي أي مشاكل كل جراح. تبقى رفيق الليل لو مشوار طويل، تيجي تضمد مش بتخمد في أي فتيل. قلبك بيا رحيم طول الرحلة عظيم، بتقف جنبي مش بتسيبني يا قدر يا كريم. تبقى رفيق الليل لو مشواري طويل، تيجي تضمن مش بتخمن في أي فتيل. قلبك بيا رحيم طول الرحلة عظيم، بتقف جنبي مش بتسيبني يا قدر يا كريم. يا قدر يا كريم لما الموجة بتعلى علي وأنا مكسور، أنت معايا مش بتسيبني في لحظة أخور. لما الموجة بتعلى علي وأنا مكسور، أنت معايا مش بتسيبني في لحظة أخور. بتشجع وتعيد ليا أفرح وأنا شيك وسط الهوجة، لو الموجة تعلى علي تزيد. ابتساماتك نور بيها بعيش مسرور، ترفع نفسي وترفع قلبي درو الأرض البور. بتشجع وتعيد لي أفرح ونشيد وسط الهوجة، لو الموجة تعلى علي تزيد. ابتساماتك نور بيها بعيش مسرور، ترفع نفسي وترفع قلبي درو الأرض البور، درو الأرض البور. حبك غطى وستر كل الماضي معاك، قلبك اتحملني وذنبي كمان غطى. حبك غطى وستر كل الماضي معاك، قلبك اتحملني وذنبي كمان غطى. قد عشان هناك قمت قمت معاك، شلت الهم سفكت الدم حبك نلت رضاك. كتبت العمر جديد فكتني من القيد، انا مديون لك انا راح اقول لك بيك خليتني سعيد. قلت عشان هناك قلت وقمت معاك، شلت الهم سفكت الدم حبك نلت رضاك. كتبت العمر جديد فكتني من القيد، انا مديون لك انا راح اقول لك بيخليتني سعيد، بيخليتني سعيد. شلت الهم سفكت الدم بيك خليتني سعيد. على فكرة بالمناسبة الترنيمة دي اللي كتبها اسمه سعيد، أخونا
سعيد رمضان، ربنا يباركك ويبارك حياتك. ممكن تكون في حياتك أمور متلخبطة. قابلني واحد من كام يوم كنت في خدمة، وقابلني شخص أخويا جورج، البرنامج كان سبب بركة لي، بيقول لي حضرتك مش بتاع ليك تسبحنا؟ قلت له آه. قال لي أنا لي 20 سنة سايب الكنيسة وسايب ربنا. قلت له نعم. قال لي آه. قلت له أنت يعني تقابلت مع الرب بالتوبة يعني؟ قال لي لا، أنا مؤمن حقيقي، بس كنت متعصر وزعلان من ربنا. والحلقة بتاعة الحفلة اللي انتوا كنتوا فيها، فبقول له أنهي حفلة؟ قال لي الحفلة بتاعة البرنامج اللي كنتوا فيها في المنيا. قلت له آه. قال لي الحفلة دي الرب رد نفسي ورجعني مرة تاني. كان واقف جنبي أسيس الكنيسة، فبيقول له أنت بتحضر فين؟ قال له أنا كنت بحضر هنا بس من 20 سنة. يعقوب كان عنده هضاب كتيرة، وفي وقت من الأوقات لخبط في حياته، ويمكن عمل زي الراجل دوا، ساب ربنا ولخبط كتير يعني في حياته. بس بالرغم من كده، بالرغم من الهضاب دي، الله قدر يرد نفسه. تفتكر لو واحد النهاردة قاعد يسمعنا بنفس شخصية يعقوب المتعقب، اللي فاكر كل حاجة بشطارته، واخد كل حاجة بدراعه، سرق حاجة مش من حقه، تفتكر ربنا يقدر يعمل في حياته أمر جديد ويشيل الهضاب ويمهدها قدامه؟ يعقوب كانت مشكلته ان هو كان خاله وراه وعيسو قدامه. كان خاله اللي هو قاعد معاه سنين العمر وبياكل ويشرب معاه، بس قرر ان هو في يوم من الايام يخدع ويخون خاله، ولما يمشي مفكر ان خاله خلاص يعني هيسيبه كده يمشي وخلاص. وفي يوم من الايام راح الرب حصره في حته. وانا عايز اقول لعزيز المشاهد، لو انت حسيت ان ظروف صعبه وراك وفي كمان أقوى منها قدامك، الرب عايز يحصرك في حتة. يعقوب كان الحل بتاعه من الهضاب دي تعدي إن الرب يحاصره، إن الرب يقتحمه. وأنا عايز أقول لنفسي وأقول للناس اللي بتسمعني، يمكن أنت يعني إنجاز لي تعبير أقول فلت من إيد الرب، بس الرب عايز يردك تاني. فلت من إيد الرب، ولما فلت من إيد الرب الهضاب زادت والمشاكل زادت والأمور الصعبة اللي أنت بتقول عليها عليت، مش عارف تتخلص منها إزاي. يعني يعقوب ما كانش عارف يتخلص من المشكلة بتاعته ازاي، كان خايف جدا. بس راح الرب لما شاف صدق يعقوب ان هو عايز يتخلص من الهضاب ديت، راح الرب كلم لبان يا خصمون، قال له اياك ان تكلم يعقوب بخير او شر. طب يا رب ده عمل امور صعبة، ما تخليه بقى يتعاقب شوية. قال لا، اصل حتى لو هو لف ودار، بس انا عايز ارده من جديد، بس انا بدور عليه هو من جديد. رائع الكلام يا أخويا جورج اللي انت بتقوله، لان اوقات كتيرة ربنا بيبقى بيتعامل، عايز يتعامل معانا ويروح مضايقها شوية علينا فنصوت يعني. وده كلام الكتاب اللي قاله الكتاب، اضيق عليهم لكي يشعروا. اوعى تفكر اني يعني في كل المرات الرب يوسعها، بس في مرة لازم يضيقها. عارف ليه؟ برضو عشان بيحبك، مش عشان عايز يأذيك. ربنا ما كانش عايز يأذي يعقوب، انه يجيب له لبان من ناحية يطرده، ويجيب له عيسو من ناحية علشان يخلص عليه. لا لا لا، ربنا ما كانش عايز، هو كان عايز يفوقه علشان يرجعه ويرد نفسه، علشان مرة تانية يرجع يعقوب يفرد جناحاته. الترنيمة اللي جاية بتقول فارد زي النسر جناحي، طاير فوق المرتفعات، غالب بي كان كل جراحي، أصل الوعد مليني ثبات. ربنا على فكرة كان وعد الله ليعقوب انه هيباركه، بس مش بالطريقة بتاعته، بطريقة الرب. وده اللي عمله معاه في تكوين 32، انه اشرقت الشمس مرة تانية على حياته. تعالوا نرنم مع اخونا جورج الكلمات دي، وانت كمان رنم. بعد شوية نفتح التليفونات، انا عارف اكيد تحبوا تشاركونا في عنوان الحلقة والهضاب امهد. لو تحب تصلي معانا، لو تحب عندك طلبة صلاة، لو تحب تشاركنا بأمر أو اختبار حصل معاك الرب مهد الهضاب قدامك، احنا نحب نسمعك. بس بعد شوية تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة الجميلة دي.
وعدي مليني سبات، مش متروك لظروفي لوحدي او لسهام بتطير حواليا. دايرة الحرب وفيها تحدي، لكن انت مسيك حواليا. مش متروك لظروفي لوحدي او لسهام بتطير حواليا. دايرة الحرب وفيها تحدي، لكن انت مسيك حواليا. فارد زي النسر الناحي طاير فوق المرتفعات، غالب بيك انا كل جراحي، اصل الوعد مليني ثبات. فارد زي النسر الناحي طاير فوق المرتفعات، غالب بيك انا كل جراحي، أصل الوعد مليني ثبات. عالي بحبك فوق ألماتي، مش هيأثر فيها تعاب. ضامن فيك أنا انتصاراتي، أصلي في إيدك مش متساب. عالي بحبك فوق ألماتي، مش هيأثر فيها تعاب. ضامن فيك انا انتصاراتي، اصلي في ايدك مش متساب. فارد زي النسر الناحي طاير فوق المرتفعات، غالب بيك انا كل جراحي، اصلي الوعد مليني ثبات. فارد زي النسر الناحي طاير فوق مرتفعات، غالب فيك انا كل جراحي، اصل الوعد مليني ثبات. يسوع انت اله جبار، وانا عايش دايما في حماك. مش هحمي انا للاشرار، انت ضمنت النصر معاك. يسوع انت اله جبار، وانا عايش دايما تحتك. مش هحمي انا للاشرار، رفع رايت الغلبه معاك. فارد زي النسر الناحي طاير فوق المرتفعات، غالب فيك انا كل جراحي، اصل الوعد مليني ثبات. فارد زي النسر الناحي طاير فوق المرتفعات، غالب بيك انا كل جراحي، اصل الوعد مليني ثبات. لما تسمع كلمة ربنا، لما تفتح كلمة ربنا، كتير قوي من الناس بتبقى بتلجأ بس لكلمة ربنا وقت الزنقة، وقت ما تبقى واقع في مشكلة، في ورطة كبيرة. بس ده لو أسلوب حياتك، أن الرسالة اللي بعتها لينا الله هي كلمته، وأنا بمشي بحسب كلمته، وأنا مليان ثبات بالوعد اللي في كلمته. مش وقت ما أنا ببقى مزنوق بس، مش وقت بس ما تبقى عندي مشكلة بس، لا، لكن أنا على أساس هذا الوعد. وده اللي عمله ربنا مع يشوع. كنت عايز تتكلم عن يشوع والهضاب اللي كانت قدامه، والحاجة الصعبة اللي حصلت بعد موت موسى. يعني موضوع كان بالنسبة له أنه الله هو اللي اختاره هو، وبعد كده تفاجئ بحاجة كبيرة قوي زي أسوار أريحة. الكتاب يقول كده صمويل، وبعد موت موسى عبدي. يشوع خاف لأن شاف المسؤولية كبيرة. وانا عايز اخاطب في الحتة دي، ممكن تكون خادم في الكنيسة وبتشوف ان اللي انت فيه صعب ومش عارف تكمل فيه ازاي، بس الرب جي راح قال يشوع كما كنت مع موسى. انت خايف ليه؟ وانا عايز اقول للناس النهاردة بتسمعنا، يمكن خايف من مسؤولية اتحطت عليك، يمكن خايف في حاجة الرب حطك فيها. لا، اتشدد. راح الرب قال يشوع الكلمات دي، اتشدد وتشجع. كما كنت مع موسى أكون معك. مش كما كان موسى معي،
تفرق خالص طبعا. لا النهاردة أنا عايز أقول لنفسي وأقول لكل اللي بيسمعوني اطمن، لأن حتى لو شايفها صعبة الرب معاك، الرب معاك في ظروفك، الرب معاك في الجبال الصعبة، لأن هو في صفك هو في ظهرك. أمين. معنا تليفون، أخد أول تليفون. ألو. تليفون. ألو. أيوة ألو. أهلا وسهلا، معك أختي. اهلا اخت سيلة، اهلا بحضرتك. نعم اتفضلي يا اخت سيلة، حضرتك على الهواء معانا. معاك يا اخويا. سلام النعمة، اهلا بيكي. كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيبة. عايزة اقول ان هو جاي من محافظة المنيا. انت تتكلمي عن اخونا جورج؟ الصوت بيقطع يا اخت سيلة، ممكن تقفي في مكان في شبكة؟ اهو كده كويس؟ كويس، اتفضلي. كده كويس؟ كويس. عايزة اقول ان اخويا جورج من المحافظة اللي بتخرج شهداء جبابرة الايمان. نعم. عايزة اقول له اهلا بيه، واحنا بنتشرف بالمنة كلها. شكرا. عايزة اشارك في حتة الهضبة من سفر نحمية. فضلي. احنا نعرف ان نحمية ده كان ساقي الملك طبعا، وكان وضعه مكمل، لان علم ان اسوار اورشليم محروقه بالنار. اخت سيلة احنا فقدنا الاتصال بيكي مره تانية. انت معانا لسه؟ اوكي، فقدنا الاتصال باخت سيلة، ناخد تليفون تاني. الو. الو. ايوه. عمي يا دكتور. اهلا وسهلا بيك، مين معانا؟ كرولوس معاك. اهلا بيك يا كرولوس، اهلا بيك، اتفضل. كرولوس من المقطم، اهلا بيك. عامله نشكر ربنا. معانا ناس محبوسه، معانا ناس محبوسه عايزين نشكرها. امين. ناس محبوسه وعايزين نصلي من اجلها. امين يا كرولوس. امين. امين يا كرولوس، شكرا ليك، هنصلي من أجلك. معانا تليفون تاني. ألو. ألو، أهلا وسهلا بيك أخ الشيخ أشرف. أهلا بيك. أهلا بيك أخ صامول، الرب يباركك، حلقة رائعة جدا جدا. الهضاب أمهد. بس خليني قبل ما أعمل المشاركة بتاعتي أقول لك مين هو الأخ جورج، لأنه بلدياتنا الأخ جورج هو بدأ خدمته بيقول لك 2012، بس الأخ جورج حد متواضع جدا، أنا دعيته عندنا في الكنيسة وأنا خدمت معاه، هو تلقائي يعني لما يروح يسجل مع حضرتك في الاستديو مش فارقة معاه الكاميرات، مش فارقة معاه الإضاءات، لكن هو دايما عايش في السماويات. الأخ جورج حد رائع جدا، حد ممسوح جدا، الرب يباركه وربنا يديكم حلقة رائعة جدا جدا. أنا مشغول أعمل مشاركة معاكم عن الهضاب أمهد، وأخذ شخصية حد مش قادر يوصل للرب، وحد بياخد بإيديه ويوصل للرب. يعني أنا هاخد معاكم شخصية المفلوج. المفلوج ده عشان يتحرك ويروح للرب يسوع المسيح مش هيقدر يروح، لكن وكأنه ربنا بيقول له إيه؟ أنا الهضاب قدامك أمهد، هبعت لك ناس تشيلك، هبعت لك ناس توديك للمكان قدام الرب يسوع المسيح، ولما يوصل بيه للمكان يلاقي فيه صعوبات، يلاقي فيه هضاب، يلاقي المكان مليان والمكان مزحوم، لكن يطلع بيه فوق على السطح وينزلوه قدام الرب. عشان خاطر كده انا عاوز من خلال البرنامج اوصل لكل حد زي المفلوج مش قادر يتحرك وقدامه هضاب، انا بقول له الرب يبعت لك ناس تشيلك. لو انت مذنوب ماديا، لو انت في مرض، لو انت في ضيق، لو انت في احتياج، ربنا بيقول لك انا الهضاب قدامك امهد، ابعت لك ناس تشيلك من الحزن اللي انت فيه، من الياس اللي انت فيه. فدي الرساله اللي عاوز اوصلها لكل حاله زي المفلوج عاوز يقوم يتحرك ومش قادر، الرب بيبعت الرساله دي بيقول لك الهضاب امامك امهد، ابعت لك اللي يسندك واللي يشجعك واللي يعضدك.
الرب يبارككم ويديكم وقت طيب باسم الرب يسوع المسيح. شكرا شكرا يا اخويا اشرف، وشكرا كمان علشان الشهاده الحلوه عن حياه اخويا جورج. كما كنت مع موسى اكون معك. هاخد اخر تليفون قبل الترنيمه دي، يعني مش اخر تليفون في الحلقه، لكن هاخد اخر تليفون قبل ما نرنم مش بقوي ايماني. ايوه مساء الخير يا اخ صمويل. اخت نهال اهلا وسهلا بحضرتك. برحب بحضرتك وبالمرنم الجميل الاخ جورج وكل فريق الترنيم الرائع، مرنمين وعازفين. الرب يعوض الجميع تعب محبتهم ويستخدمهم كلهم لمجد اسمه. وفي البدايه برضو بحيي المنيا كلها، لانه بجد ومش مجامله اتباركنا بخدام ومرنمين كتير من المنيا، ومنهم واحد قدامنا النهارده. فالرب يباركك يا اخ جورج ويفرح قلبك بانه بناتك الثلاثه مع مامتهم يكونوا احلى خادمات للرب يسوع. امين. وانا بشكر الرب جدا من اجل المقدمه اللي قلتها يا اخ صمويل، انه في هضبه من نوع مختلف لكل واحد فينا. الكلام ده صح وحضرتك صادق ومنطقي وواقعي، وجايب لنا كلام من ارض الواقع، لانه ما حدش فينا عايش من غير مشاكل ولا هضاب. التعليم اللي طلع في يوم من الايام وانتشر للاسف عند بعض الناس، عايزين نهدمه النهارده باسم يسوع، لانه مش الحق. التعليم بيقول انه من حق المؤمن اللي ماشي مع الرب يكون هيلثي وويلثي، يعني يعيش بصحه وما يمرضش ويكون كمان غني وعايش حياه الرخاء. لا او الف لا. النهارده عايزين نوضح ان الانجيل ده مش صح، لكن الحق بيقول انه انا الرب قايل لنا مش هحفظكم من التجارب، لكن اكيد هحفظكم في التجارب. وده اللي دايما بيفرح قلبي انا شخصيا، ان الهي صادق ما بيكذبش. ما وعدناش بحياة وردية، أو بالمعنى البسيط ما فرشلناش البحر طحينة، لكنه قال في العالم هيكون ليكم ضيق، في هضاب وفي جبال، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وزي ما اضطهدوني قبلكم للناس المضطهدة حاليا بسبب إيمانها، خلي بالكم أن أنا كمان اضطهدت من قبلكم. فعندي كلام كتير لكن هكتفي بكده، وهسأل سؤال واحد يمكن مش بخصوص الهضاب، لكن بخصوص حتة البركات اللي أثرتها برضو يا أخ صمويل دلوقتي في شخصية يعقوب مع الأخ جورج. ساعات كتير ببقى منتظرة الرب أنه يباركني بطريقتي أنا وبتوقيتي أنا، ولما ما بيحصلش اللي أنا مخططاه في ذهني بيصعب عليا جدا من الرب، وابتدي ألومه. ليه يا رب؟ هو أنا ما استاهلش أنك تديني البركة الفلانية؟ ده أنا حتى بخدمك، خاصة بركة الارتباط أو الخلفة اللي هي زرع البشر، بينما الله كل ذكر ببركات تانية كتير مختلفة. بس ساعات كتير بنبص على نص الكوباية الفاضي وبننسى خالص نص الكوباية المليان. فسؤالي لحضراتكم، أو خليني أقول طلبتي من حضراتكم، إيه النصيحة اللي تقدموها لأشخاص مجروحين من الرب ويمكن مخصمين ومقاطعين خالص العلاقة بينهم وبين الرب بسبب إحساسهم من الرب حاجب عنهم بركات معينة وهم في أشد الاحتياج ليها؟ فأرجو سماع النصيحة من حضراتكم والرب يبارككم. شكرا جدا يا أخت نهال، دايما مداخلات حضرتك مؤثرة جدا، ربنا يباركك. بس أنا هجاوب عليكي من يعني من الكلام اللي أنا قلته من شوية، أنه الأخ اللي كان سايب زعلان من ربنا دوا، اللي رد نفسه هو عنوان الحلقة والترنيمات اللي كانت في حلقة الحفلة، كنا بنتكلم عن خير وإحسانات. الله لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال، وإحسانه لينا في كل وقت مهما كانت الظروف، لكن في التوقيت بتاعه. تحب تقول حاجة في الـ؟ عايز أقول حاجة يا خصمول، يعني يعقوب هل الرب سابه في الأحداث ديت؟ أكيد لا، مستحيل طبعًا. بس شوف بقى، لأن هو كان شايف أن الموضوع صعب، فراح حتى الرب في حتة كده صعبة جدا، قال له لو كنت معايا ولو أكلت ولو شربت ولو حفظتني ولو اديتني ولو اديتني. مرات إحنا عنينا بتروح بس على الحاجات المنظورة، مع أن أنا مش شايف أن الرب في صفي.
مع انه على سوري بقطعك، مع انه ربنا كان بيعمل معاه كده فعلا فعلا، يعني هو ما منعش عنه الامر ده مثلا خالص، ما منعش عنه البركات دي كلها وحفظه. صح. يعني مثلا لما يروح الرب اللبان يقول له اياك تكلم يعقوب بخير او شر، ده حفظ ولا مش حفظ؟ طبعاً حفظ. ده كان لبان لوي، ولبان ده شخص وثني اساسا وثني. شرير يعني، كان ممكن يخلص على يعقوب طبعاً. حتى يعقوب عارف قال له هيجي يهلكني الكل مع البنين يعني ما مش هيخلي فينا ولا ضفر واحد فعلا. وتخيل بقى لما لبان شايف ان هو عايز يخلص على يعقوب، راح قال له ايه الالهة ظهرت لي وقالت لي ما تكلمش يعقوب. الهة مين؟ ده الرب القدير. نعم. عشان تعرف عزيز المشاهد ان الرب في صفك، حتى لو الهضاب عالية قدامك اتأكد ان مفيش حاجة توقف في صف الرب ابدا. رائع. مش بقوي ايماني بشوية كلمات، انا مش باخد كلام كده واقعد اركب الكلام على بعضه واروح مركبه عليا، لا، لكن ده ايماني بالله عشاني مات في اله بيحبني على طول الخط، ثابت في محبته مش بيتغير، ثابت في محبته، لما يوعد بيوفي، وانا مش بقوي ايماني بالكلام حواليا، لا لا لا، واحد يقول لي ربنا معاك ربنا يقف جنبك، مش ده اللي بيسندني. يعني حلوه الناس المشجعه وياريت كلنا يبقى عندنا كلام إيجابي، لكن أنا إيماني باللي عشاني مات، باللي عشاني قدم حياته، باللي عشانك قدم حياته وحبك وانت خاطي ومازال بيدور عليك وعايز يشيل العقبات من قدامك. تعالى اعلن ثقتك في الترنيمة اللي جاية دي. يلا نرنم مع بعض مع أخويا جورج الكلمات الحلوة دي. لكن ده إيماني بالعشان مات، مش بقوي إيماني بشوية كلمات، لكن ده إيماني بالعشان مات، واثق فيه مستني عايش ليه طول العمر، أصلا قلبي تعلق بيه راضي معاه بحلو ومر، واثق فيه مستني عايش ليه طول العمر، أصلاً قلبي تعلق بيه راضي معاه حلو ومر. الإيمان علمني أرمي الشيل عليك وأضمن بكرة وحلمي واحتياجاتي فيه، الإيمان علمني أرمي الشيل عليك وأضمن بكرة وحلمي واحتياجاتي فيه، واثق فيه مستنيه عايش ليه طول العمر، اصلا قلبي تعلق بيه راضي معاه بحلو ومر، واثق فيه مستنيه عايش ليه طول العمر، اصلا قلبي تعلق بيه راضي معاه بحلو ومر. نفسي يزيد ايماني ايمان الابطال وسط السجن يغنوا واجتازوا الاهوال، نفسي زين ايماني ايمان الابطال وسط السجن يغنوا واجتازوا الاهوال، واثق فيه مستنيه عايش ليه طول العمر، اصلا قلبي تعلق بيه راضي معاه بحلو ومر، واثق فيه مستنيه عايش ليه طول العمر، اصلا قلبي تعلق بيه حلو ومر. انا مستنى حلولك وايدك تتدخل، اصل الثابت قولك في الاخر والاول، انا مستنى حلولك وايدك تتدخل، اصل الثابت قولك في الاخر والاول، واثق فيه مستنيه عايش ليه طول العمر، اصل انا قلبي تعلق بيه راضي معاه بحلو ومر، واثق فيه مستنيه عايش ليه طول العمر، اصل انا قلبي تعلق بيه راضي معاه بحلو ومر. ح
حلو قوي الجمله بتاعت انا مستني حلولك، انا مستني حلولك وايديك تتدخل، اصلي ثابت قولك في الاخر والاول. في ناس مش عايزه اقول كده، بس فعلا في ناس عايزه تحلها بنفسها. يعني قلبي بيوجعني جدا على الناس اللي عايزه، يعني هو عايز يحلها بشطارته بقى، وبعد كده انا اسف هقول على نفسي عشان بس المشاهدين ما يزعلوش مني، بعد كده اكتشف انه مش حلها، عكها يعني. زي سوري ايوه انا عايزك تقول افتكرت حضرتك وانت بتتكلم دلوقتي، زي نعمي. ايوه نعمي، بص قالت للرب حصل مجاعه، فراح خدت ابي مالك، او ابي مالك خدها وراحوا بلاد مؤاب. غالبا هي اللي خدت ابي مالك، مش عارف بقى مين اللي ماشي مين. فهم راحوا بلاد مؤاب، وراحت هناك في المكان الغلط. صح يا نعمي، انت عايزه تحلها بنفسك ازاي؟ ما تخليكي في بلد الشبع، خليكي في مكان اللي فيه سلام. أيوة. مكان اللي فيه راحه. وانا عايز اقول اللي بيشاهدونا دلوقتي يا اخ صمويل، ما تحاولش تعملها بنفسك. لو حاولت تعملها بنفسك الهضاب مش بس هتفضل زي ما هي، لكن الهضاب هتزيد. بس الغريبة نعمي قصت قلبها للأمانة، يعني قالت للرب كده انت خدت أبي مالك، انت عملت حصل في بيتي جنازة، انا هعمل فرحين. راح اتجوزت محلول الولدين. أيوة. بس للأسف راحوا ماتوا هما الاثنين. طب ارجع بس، كفاية الهضاب كل ما بتروح بتعمل ايه؟ زيد. بتزيد بتزيد. بس هي يعني فضلت مصرة على الوضع اللي هي فيها، وللأسف حصدت كتير. وهي راجعة راحت قالت للشعب كده انا مش نعمي اللي انتوا تعرفوها بتاع زمان. انا عايز اقول لك كل ما الهضاب بتعلى قدام عينك هتقدر، مش هتقول كلام ايجابي، مش هتقول كلام حلو، لكن هتقول ايه؟ نعمة قالت كده لا تدعوني نعمي، بل ادعوني مرة، ادعوني حزينة، ادعوني تعبان. ليه؟ ما انت كنت في المكان الصح. قالت اصلا اخترت النفسي، وكانت الهضبة عادية خالص، بس انا رحت في واحدة بواحدة عملت ايه؟ عليتها. لكن انا بصلي لي وليكو، لو حسينا الهضاب عليت ارجع، قصر المسافة. واحد قال تعبير حلو، لو انت ركبت قطر غلط وحس ان انت القطر ده مش بتاعك، حاول تنزل في اقرب محطة، لان كل ما بتبعد الخسائر بتزيد، هتحاول ترجع ومش هتعرف. لكن لو ركبت القطر الغلط او حسيت ان انت في المكان الغلط، ارجع بسرعة وارجع وتوب وادي حياتك للرب يسوع. رائع، حلو، يعني جميل الكلام اللي انت بتقوله. يعني حلو الواحد يشعر بخطأ وياخد قرار انه يرجع. انا اول ما اقولك على حاجة، ويمكن اول مرة مشاهدين يسمعوها، لما جيت القاهرة جديد كان عندي عقدة من مترو الانفاق. ليه؟ ما كنتش عارف الاتجاهات، فياما ياما اركب الاتجاه الغلط واروح اسأل او ابص في على خط السير. زمان كمان اول ما طلع المترو ما كانش حابتين قوي خط السير ده، فبص ايه ده، ده انا ماشي العكس، انزل فعلا في اول محطه. على فكره مش عيب، يعني العيب انك انت تكمل في الغلط، العيب ان انت تعمل زي نعمي. بس عارف رب، هي قالت عن نفسها انه القدير كسرني. القدير كسرها. ويمكن انت بتسمعني دلوقتي وتقولي انا مكسور قوي ومكسور من ربنا. على فكره هو ربنا ملوش ذنب في القصه دي، هو القدير ما كسرهاش ولا حاجه، ده هي كسرت نفسها بنفسها، هي اللي عملت في نفسها كده. زي ما كان بيقول اخويا جورج دلوقتي، هي اللي عندت، قالت لربنا انت عايز تعمل لي جنازة، طب انا اعمل لك فرحين. طب ايه ده، ليه العناد؟ وبعد كده اقول في هضبه قدامي. طالما في هضاب بتكتر، اعرف وتاكد انه الهك مش ماشي قدامك. هو قال انا اسير امامك والهضاب امهد. طالما الهضاب مش بتتمهد يبقى هو مش قدامك، بس كده. هي معادله سهله والايكوال بتاعها معروف، يعني النتيجه بتاعتها معروفه. تعال النهارده اعلن ثقتك، هو ده الهي القدير اللي وعد قدامي يسير. تعال النهارده رنم وافرح معانا، رنم وقول له انا عايز اشوفك انت القدير العظيم، وعايز اشوفك قدام عيني. افتح عيني عليك يا رب، ما تدينيش ان انا احلها بنفسي. هنستنى تليفونات كمان تشاركونا وتدخلوا تصلوا معانا، ولو عندك طلبة صلاة تشاركنا بيها. يلا مع بعض.
مش هصدق أي صوت غير صوت الرب رعايا، صوته يزلزل قلب الموت ويصحي إيماني فيا. مش هصدق أي صوت غير صوت الرب رعايا، صوته يزلزل قلب الموت ويصحي إيماني فيا. على فكرة تقدر النهاردة تشاور عليه، تشاور عليه في كل مواقف الحياة، مهما كانت مواقف الحياة دي صعبة، ومهما كانت مواقف الحياة دي مليانة زي ما احنا بنتكلم عن الهضاب، الهضاب الهضاب أمهد. بس في أوقات الهضبة دي بعد ما إلهك يمهدها بتطلع باختبار حلو، وده اللي نفسي أشجع بيه كل مشاهد يتفرج علينا النهاردة. ربنا عايز يديك اختبار جديد، قول أمين وانت قاعد قدام الشاشة، قول أمين. أنا قلبي مليان بالثقة والإيمان إن في ناس كتير النهاردة بتتفرج علينا، وعندي يقين بالروح القدس جوايا بيقول لي إنه ناس كتيرة قاعدة بتقول الناس دول بيتكلموا في إيه. يا عم ده أنا يا أخويا جورج ده الهضاب كتير قوي وأنا مش لاقي حل أعمل إيه. عايز أقول أخ صمويل، موسى لما الرب كلمه وقال له روح خلي الشعب يطلع، فالرب موسى وراح وهارون والشعب طلع. بس للأسف في التوقيت ده كان في مش بس هضاب واحد أو مشكلة واحدة. ويمكن انت مرات تشوف الحاجة البسيطة كبيرة، بس عارف ليه بتشوفها كبيرة أو ليه المشاهد بيشوفها كبيرة؟ لأن هو ما راحش للرب. أيوه. ما رماش نفسه على الرب. موسى كان وراه فرعون وكان قدامه البحر. تخيل كده يا اخ صمول، في مشكلتين اصعب من بعض، قدامي البحر، بس عارف لو انا قدامي بحر في عصا، لو في بحر قدامي عامل لي ازمه، ولو في ضيقه قدامك عامله لك ازمه في عصا. ايه العصا دي؟ رب راح كلم موسى، انت معاك ايه؟ قال له انا مش معايا حاجه ولا اقدر اعمل حاجه. قال له ايه اللي في ايدك؟ قال له عصا. قال له اضرب بيها البحر. عايز أقول لنفسي النهاردة، لو شايف أن فرعون بيقتحمك، فرعون بيهاجمك وهضاب مش عارف تتخلص منها إزاي، الرب راح أرسل ملائكته وعمل إيه؟ فك البقر. إنجاز للتعبير أقول الرب اشتغل ميكانيكي في التوقيت ده، راح هد حيل فرعون وراح موسى ضرب البحر فالشعب عدى. اختبار عظيم تطلع بيه وانت بتسمعني، لو شايف هضاب وراك وهضاب قدامك
في كلمة من الرب يقدر يكلمك بيها فتعدي. رائع. وأنا عايز أقول كمان المنطقة اللي عدى فيها الشعب دي بحسب التاريخ أنه كان فيه هضاب يمين وشمال وبحر قدامهم وفرعون وراهم، بس الرب قال لهم في خروج 14 وعدد 13 الآية الجميلة العظيمة دي، وده اللي أنا عايز أقوله لك النهاردة في اسم الرب يسوع. قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. ربنا يصنع خلاص لو أنت أعلنت ثقتك وإيمانك فيه وقلت له أنت المسؤول، أنت صاحب القيادة، أنت شاورت عليه وقلت له أنت إلهي. يلا تعالوا نرنم مع بعض وهنستنى تليفوناتكم بعد الترنيمة اللي جاية دي. لو تحب تشاركنا بمشكلة عندك، لو عندك طلبة صلاة تحب تصلي معانا أو مشاركة في عنوان الحلقة، أهلا وسهلا بيك. يلا نقول مع بعض أنت بس المسؤول عني. لما تكون ويايا بطمن، لو في وسط النار متأمن، يكفيني شخصك ليا دفاع، بتميزني وبتعليني عالمرتفعات، بتمشيني وتشددني في كل صراع. انت بس المسؤول عني، انت بس اللي بتحملني، انت بس ليك هفضل اغني طول عمري. انت بس المسؤول عني، أفضل أغني طول عمري. ماشي معايا وبتنجحني، مش بترضى في يوم تجرحني، بيهمك أفرح على طول، ماسك إيدي مشغول بيا، ده محدش بيقوم جنبيا، أنت الأب اللي بتعود. ماشي معايا وبتنجحني، مش بترضى في يوم تجرحني، بيهمك أفرح على طول، ماسك إيدي ومشغول بيا، محبش بيقوم جنبيا، أنت الأب اللي بتعول. أنت بس المسؤول عني، تحملني، انت بس ليك هفضل اغني طول عمري. انت بس المسؤول عني، انت بس اللي بتحملني، انت بس ليك هفضل اغني طول عمري. لما تكون ويايا بطمن، لو في وسط النار متأمن، يكفيني شخصك ليا دفاع، بتميزني وبتعليني عالمرتفعات، بتمشيني وتشددني في كل صراع. لما تكون ويايا بطمن، لو في وسط النار متأمن، يكفيني شخصك ليا دفاع، بتميزني وبتعليني عالمرتفعات، بتمشيني وتشددني في كل
ضعفي وجهلي، ما انت في ايدك صعب وسهلي، ليك الكلمة وليك الامر، كبر بأس علي النادي، وجميل حتى في كتر سوادي، بتجهزني ولو على جمر، مش في همك ضعفي وجهلي، انت في ايدك صعب وسهلي، ليك الكلمة وليك الامر، كبر بأس علي النادي، وجميل حتى في كتر سوادي، بتجهزني ولو على جمر، انت بس المسؤول عني، انت بس اللي بتحملني، انت بس ليك هفضل اغني طول عمري، انت بس المسؤول عني، انت بس اللي بتحملني، انت بس ليك هفضل اغني طول عمري. انت بس اللي بتحملني. هاخد كومنت واحد على الفيسبوك جاي لينا، في اخت اسمها سوزي بتقول ايه الحلقه الروعه دي، ربنا يبارككم ويبارك كل العاملين في البرنامج ويبارك القناه. شكرا يا اخت سوزي لاجل تشجيعك. معانا تليفون اخويا من القاهره، اهلا وسهلا بيك. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. أحب أقول مساء الخير لحضرتك وللأخ الطيب المبارك جورج. أحب أقول لحضرتك إن أنا قابلته شخصيا، هو شخصية متواضعة ومباركة جدا وابتسامته الجميلة جدا، وحابب أشارك في البرنامج وأقول إن حتى العظام الموجودة في حياتنا هي نعمة وبركة من ربنا، وجوده معنا وجود حفظه وستره ومشي قدامنا هو اللي بيعزينا العظام والجبال. وحاجة أقول إن فعلا نعمته غنية واثق فيه أكثر من نفسي. بشكرك وبشكر برنامجك وربنا يبارككم. شكرا يا أخويا، لرب يبارك. شكرا ليك يا أخويا وائل، ربنا ربنا يباركك، وشكرا للمشاركة الحلوة دي. معانا تليفون تاني. لسه التليفون معانا. اخت ام جرجس من المنيا. اخت ام جرجس اهلا بيكي. طيب يا ريت ترجعي لنا مره تاني. عجبني المثال اللي انت جبته من كلمه الله عن الي مالك وعن نعمي، لكن بالرغم من كده الله تعامل معاها وكان مسؤول عنها، زي ما كنا بنرنم انت بس المسؤول عني، وردها مره تاني بطريقته. بس أوقات كتيرة في معاملات الله معانا ساعات بتبقى في خسائر، يعني هي خسرت وخسرت ولادها الاثنين، لكن في النهاية كسبت برضو، فأكيد بعد الخسائر دي في مكاسب، والمكسب ده كان عظيم، يعني جه من خلال رعوث جه منها المسيح شخصيا. يعني لما نراجع النسل بتاع المسيح في متى واحد نلاقي رعوث وبوعظ. فتحب تقول ايه للناس في الفكره دي؟ احنا بنتكلم عن انت بتقول هضاب ومهد، لكن الخسائر دي ساعات ببقى مش قابلها اساسا. انا برضو هاخد من كلامك، صدقني مش محضر كده، لكن افتكرت دلوقتي واحد يقول عنه الكتاب في حبقوق 3 وعدد 17. الراجل ده اخ صامويل خسر 6 مشاريع. yeah. 6 مشاريع لو قعدنا نعد، فمع إنه. طب ما تقول لنا المشاريع دي كده. يعني مثلا قال لك فمع إنه لا يزهر التين. فالتينة راحت. طب ما فيش، ولا يكون حمل في كروم. وادي كروم. ما فيش، وانقطع الغنم من المزاول. وادي البقر. ما في، يعني قاعد يعد يعد يعد، ويمكن أنت بتسمعني دلوقتي عندك خسائر. أيوه. وبتقول الخسائر دي بالنسبة لي هضاب. بس نعم. عارف؟ لو خليت الرب المسؤول عنك، وخليت الرب هو اللي بيرعاك، وخليت الرب هو اللي بيقودك، هتعرف تطلع بالتسبيحة الحلوة دي. حبقوق ما فكرش في كل الخسائر دي، صدقني
ما فكرش في كل المشاكل دي، بس راح قال حاجه حلوه جدا. قال ايه؟ بالرب تفتخر نفسي. عايز ايه يا حبقوق؟ قال الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالايائل، ويعمل ايه؟ ويمشيني على مرتفعات. ازاي عرفت تعمل ده؟ قال اصلا انا مش مسؤول عن نفسي، مش مسؤول عن مشاريعي، لكن انا كفايه ان الرب مسؤول عني، فيعرف الرب يعديني كل هضاب. لكن المرتفعات موجوده، واختبر اختبار جديد اللي انت بتقوله بقى دلوقتي. مش انه يشيلها بقى، لا ده مش فوقيها. مش ممكن الهضاب بتاعتي ما تتشالش على فكره، يعني ممكن تفضل المشكله موجوده، بس رب يعرف يشجعني في وسط المشكله، زي ما حصل مع حبقوق كده. الخسائر موجوده، بس عرف يقول الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالايائل، ويمشيني على مرتفعاتي. انا بصراحه يعني لو انا قابلت حبقوق دلوقتي اقول له عرفت تعملها ازاي، او عرفت تختبر الاختبار الحلو في الضيقه دي ازاي، قال اكيد هيقدر يقول الاعلان او مزمور الراعي اللي كلنا حافظينه. أيوة. الرب رعية. نعم. فلا يعوزني شيء. لو الهضاب عاليه الرب رعية، لو الهضاب موجوده الرب رعية، لو الهضاب اتشالت برضو الرب رعية. امين. وانا بايد كلامك، يعني لما كانت كمان الاخت نهال بتتكلم عن فكره الناس اللي بتنادي بهيلثي اند ويلثي، بولس الرسول العظيم اللي كتب 14 رسالة، الإناء هذا الإناء العظيم ده، قال طلبت ثلاث مرات، في النهاية جات الإجابة من عند الرب، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. وأنا عايز أشجعك النهاردة إنه الرب ممكن ما يشيلش الهضبة دي، لكن طالما هو قدامك هيمهدها. الترنيمة اللي جاية هناخدها بعد التليفون اللي جاي ده. ألو، أخي نادي من مني، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل. جافر صميل، أهلا بيك، أهلا بحضرتك. ده الأخي جون والمنيا وكل قبلة وكل عام كتير. شكرا. تقصد الأخ جون على البيانو صح؟ أنا لمسني العزة في الترنيمة لما أنا معك أكون مطمن وسط النار. أنا مطمن، يعني فتاة في فتاة في سفر فتاة السامرة لسه فتاة صغيرة، ورغم ان هي صغيرة اصولها مذبية وملهية، بس دي كانت مذبية في ربنا. نعم. لان دي فعلا كانت في مكان كان يعني محاصر، بس فعلا عرفت توصل البشارة لامرأة نعمان، وفعلا خد نعمان الكلام من مراته وراح للسامرة، راح لإسرائيل وفعلا شفع من بركته بواسطة فتاة صغيرة مسبية. نعمة الله بتمشي حتى مع المسموح، مع صغير كبير، نعمة الله بتنمو في أي إنسان يكون فعلا حتى طلعت جواه. وربنا يديكوا نعمة ويزيدكوا بركة وكل عام بخير. شكرا شكرا يا أخي نادي. معنا تليفون كمان تاني، أخ أشرف. أخ رأفت أهلا بيك، رأفت، أخ رأفت من أسيوط، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل. أيوة يا أخ رأفت أهلا بيك، تفضل حضرتك. على الهواء معايا. أهلا، أحيي الأخ سمير. أهلا بيك، أهلا وسهلا. شارك حلقة رائعة جدا، وحد أحيي أخويا الأخ جورج جرجس. أهلا وسهلا. يعني أخ مبارك، أخ بنشوف الرب يصلي في قلوبنا أن الرب يستخدمه في كل مكان، وليه بصمات خاصة قصيدة خصوصا انفتاح الكليب. شكرا يا رجل. الرب يبارككم ويصلي أن البرنامج يكون مستخدم ويثمر أكثر أكثر. أمين يا أخي رأفت. عندك مشاركة تحب تشاركنا بيها؟ أخ سمير ربنا يبارككم. شكرا ليك يا خراف، شكرا شكرا لكلمات التشجيع، ربنا يباركك. اوكي، تعالوا نقول تسبحنا هيعلى وهيزيد، ونغني لصاحب المواعيد. يلا نفرح بإلهنا بالكلمات اللي جايه دي. Thank you.
ده وعد يكون ويايا، وانا واثق انه معايا. ده وعد يكون ويايا، وانا واثق انه معايا. لسبحنا هيعلى وهيزيد، ونغني لصاحب المواعيد. لسبحنا هيعلى وهيزيد، ونغني لصاحب المواعيد. ده وعد يكون ويايا، وانا واثق انه معايا. صادق في مواعيده، ده وعد هيكون ويايا كل الايام معايا. شكرا. الرب قال لابراهيم انا اكون معك. لسه اقولها لك صدق. يعني وبعد كده سنين ورا سنين ورا سنين والوعد ما اتحققش، وزي ناس كتير اكيد بتتفرج علينا تقول انا ربنا كلمني ومتاكد من صوته، غير طبعا الناس اللي
بتقول كلمني وربنا ملوش دعوه اساسا ولا اتكلم ولا اي حاجه، او فتح الكتاب كده يعني سامحني ما تزعلش مني، مش دي طريقه الرب خالص انك تفتح الكتاب كده، لانك ممكن تفتح الكتاب كده ويقول لك في هذه الليله تطلب نفسك منك، يعني تجي لك الايه دي يعني، فده غلط اساسا انك تعمل كده. لكن الله بيتكلم من خلال كلمته، بيتكلم بالروح القدس ليا في يقين. ابراهيم كان عنده وعد بس عنده هضبه اسمها مر السنين وهو راجل بيشيخ وما فيش حل، ولدرجه انه برضه بيفكر في حل يعني مراته خد سكه تاني. ايوه بالظبط كده. ايه مرات لما تضيق بينا نقول للرب استنى انت، يعني انجاز للتعبير اقول كده، يعني نقول للرب استنى انت انا هشتغل هنا. لو احنا مشينا بالنظريه دي او بالسيستم دي هنضيع، حتى الهضاب اللي احنا هنحاول نعملها بنفسنا مش هتحصل، مش هتتحل. فاكر يعني اخ صامويل يوسف راح قال لاخواته ايه؟ انا اعولكم واعول اولادكم فيما بعد. ده وعد البشر اهو، بس لصاح اللي بعده على طول يقول الكتاب عن يوسف مات يوسف. طب ازاي ده انت وعدت اخواتك هتعولهم وتعول اولادهم؟ ايوه جلس لوعد البشر لوقت معين. وانا عايز اقول للي بيشاهدنا، لو الرب وعدك وعد، لو الرب كلمك بكلمه اتاكد انه لازم يحصل. عارف ليه يا اخ صامويل؟ لانه مكتوب عنه في رساله العبرانيين يسوع المسيح هو هو. يعني ايه هو هو؟ هو زي ما هو مش هيتغير، هو هو امس واليوم الى الابد. ان كانت الظروف تتغير مش مهم، ان كانت الناس تتغير مش مهم، بس الرب هيفضل ثابت ما بيتغيرش. رائع الكلام. ووعد انه انت تفضل ماشي معاه ويفضل هو ماشي معاك. بس خلي بالك، ركز في الكلام اللي انا بقوله لك ده دلوقتي، خلي عينيك دايما متثبته على سكته، على سكته مش على عطاياه، على سكته. لما تمشي في سكته هتلاقي عطاياه. في ناس كتير عايزه عطايا ربنا مش عايزه تمشي في سكته. لا، عايزه اديني 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 اديني. ماشي، ما هو بيدي، بيدي بخير وبيدي بسخاء، يعطي بسخاء ولا يعاير. لكن انت اختار انك تمشي في سكته. في اي حلوه؟ سوري يا اخ صامويل. اتفضل. اسف جدا. لا لا طبعا، في اي حلوه يقول كده عن الرب يسوع؟ تفتح يدك ايوه فتشبع كل حي، مش غنى. أيوة. رضا. رضا يعني ايه؟ رضا يعني ايه تفتح يدك تشبع كل حي؟ رضا يعني ممكن ما يكونش عندي بس راضي. نعم. الرضا ده لا يعني ده موضوع كبير كبير يعني. عظيم انك تبقى جواك انت من جواك راضي. جميل انك شاركتنا بالآية دي، ربنا يباركك. اخد التليفون ده ونرنم الترنيمة اللي جاية دي. الو اخ جرجس من المنيا، اهلا بيك، عاشت الاسامي. اهلا بحضرتك يا اخ صامويل. اهلا بيك يا اخ جرجس، اتفضل. انا الاخ جرجس عيادي من المنيا. اهلا وسهلا بيك، اهلا بيك معايا الاخ جورج جرجس. برحب بحضرتك. ده خالك؟ برحب بالاخ جورج جرجس. هما سموك على اسمه صح؟ انا خال. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. اتفضل. اهلا بيك يا خصام، واهلا بالاخ جورج. ازاي تقديمك للاخ جورج؟ بتقول صاحب السن الصغير، لكن هو فعلا صغير في السن، لكن صاحب مشهوره وصاحب كلمه وصاحب حكمه، وبنتخذ بيه كتير صراحه يعني عندنا هنا، والرب يباركه في كل مكان يروح. احنا متشرفين بيه كتير يعني. شكرا يا خال. وعايز اعمل مداخله في كل في حياه كل واحد فينا يا اخ صامويل، هضاب مش هضبه. بس انا بثق ان الرب صالح، والاخ جورج عارف الهضبه اللي في حياه خاله، بس انا اثق ان مهما طال هو الرب فعلا باله طويل يعني. بصراحه مطول باله معايا قوي، بس انا اثق ان الرب صالح والرب هيكمل والرب مكمل معانا للاخر، وعندي ايمان في الرب ان كل ما بنطلب هو هيدينا. طيب هستاذنك، هستاذنك خليك معايا على التليفون، انت سامعني؟ انا سامعك. طيب لو يعني مش لازم توصف الهضبه، بس قول لي ايه اللي يعني ايه اللي حاصل معاك والرب بيعمله معاك، شجع المشاهدين يعني. يعني مش لازم تقول الحاجة، أنا حاسك مش عايز تقولها. أنا ليا فترة طالب من الرب، طالب من الرب درع بشر، وليا فترة طويلة، لكن أثق من الرب إن الرب صالح. دي هضبة كبيرة في حياتي، وإبليس بيعرقل فكري ويعرقل إيمان، لكن
عندي إيمان إن الرب صالح والرب هيكمل، وإن طلبتي دي عند الرب مش عند أي حد تاني. طلبتي وأمري وموضوعي عند الرب. أكيد. أمين الرب هيديني وأمين الرب هيستجيب. أنا واثق في القوة وصلاح الرب لي. يا أخي جرجس. يا أخي جرجس أنا يعني طبعاً أكيد ماجد زهق مني، ماجد اللي قاعد على الدرامز. ماجد ده اللي قاعد على الدرامز، أخ ماجد مع حفظ الألقاب. على فكرة ماجد ده خادم حلو مرنم حلو، بس هو متواضع كده بيعزف درامز معانا يعني في البرنامج ده. كان ليه 11 سنة، 11 سنة ما أنا أعلم بالأقل أنا أعلم منه شوي. تمام. فانتظر الرب. في توقيتات بتلف عند الرب يعني. أكيد أكيد. انتظر الرب وليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. أمين. قول أمين بكل الرب إيمان. الرب صالح يا ختام تصلوني في البرنامج بتاعك. أكيد. وأنا عطت بقوة الرب. أمين. وإحنا هنصلي لك بصدق صدقني، هنصلي لك. آخر تليفون في الحلقة علشان وقتنا، وعندنا ترانيم جميلة مختارها أخونا جورج نفسنا نرنمها. ألو؟ ألو؟ أيوة؟ مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل. أنا الأخواج دي فايق صم. أهلا يا أخواج دي، أهلا وسهلا بيك. الأخواج دي فايق المرنم من أبو قرقاص، أهلا بيك. أهلا بيك يا حبيبي. أنا مبسوط جدا بالبرنامج وتشرفت بال بان انا اكون واحد من ضيوفه يعني. طبعا باركنا بيك جدا. اشجع ابني الغالي جورج، شاب رائع جدا معانا من مجموعه مرنمو المنيا، شاب مستخدم جميل جدا، حياته حلوه. انا بقول له الرب يباركك يا جورج يا حبيبي ويستخدمك، وانت بركه في كل مكان تكون فيه يا حبيبي. شكرا يا ام وجد، ربنا يبارك. صوتك يا صامد وحشني من زمان يا حبيبي. شكرا يا حبيبي، كتر الف خيرك، ربنا يباركك. ما تخافش ما تخافش يا قطيع يا صغير، ده الهك قادر بيغير ويطمن قلبك في الليل. يلا نقول مع بعض الكلمات الجميله دي. إلهي حي، إلهي قادر، إلهي جنبي،
تطلع راسك مرفوع للرب إلهنا العظيم اللي مش ممكن يسيب أي إنسان، مش ممكن أبداً هيسيبك. ما تخافش، أنا يعني قلبي مليان بالامتنان للرب يسوع المسيح، لأنه في ناس كتيرة النهاردة قبل ما يجي على الحلقة كلموني وعندهم ظروف صعبة، وعايز أقول لك إلهك حي، إلهك يقدر. وعايز أقول لخال أخويا جورج، إلهك حي يقدر. أنا عارف الأمر ده موجع جدا والأمر ده صعب، وفي ناس عندها صعاب وأمور صعبة، يكمل أمراض يا أخويا جورج. يعني الموضوع الكانسر ده بقي حاجة سخيفة جدا صراحة، بقي حاجة صعبة. ناس كتير تقول لي خلاص أنا فاضل لي أيام وأنا مش عارف أنا هعيش كم يوم، لكن الله قادر على كل شيء، والقادر أن يفعل أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر. إلهنا يقدر، إلهنا حي. عايز أقول لك صامول، اتفضل. سوري أقطعك. لا لا اتفضل. أنا طبعاً أشكر المداخلة وأشكر خالي، من ضمن الناس اللي أنا بعتز بيها، لأنه شخص بيحب الرب وشخص غالي جداً على قلبي. ومعاه كمان شريكة حياته ومراته، من الشخصيات المميزة جداً، بتحب الرب خالص، ومرات تلاقي هضاب كبيرة قدام عينيها، بس بتقرر ان هي تعدي الهضاب دي. يعني انت عارف الموضوع ده في الريف وفي الصعيد بيبقى صعب جدا طبعا. بس هي بتحط الرب قدام عينيها، زي ما قال المختبر: جعلت الرب امامي في كل حين. تيجي تسألها تقول لها اديلك 18 سنة، اديلك 19 سنة، حرفيا 19 سنة، مش الهضاب بتزيد، مش الهضاب، تقول لك حتى لو زادت انا ليا اله حي، ليا اله قادر. انا دايما اسالها اقول لها انت مطمنه متشجعه؟ تقول لها انا عارفه ان الرب هيستجيب، وعارفه ان الرب هيدي، وعارفه ان الرب هيفتح، وعارفه ان الرب مش هيسيبنا ابدا. وده ثقتنا في الرب. نعم. ان طالت، ان ضاقت، ان ازمت، بس في اله حي. أكيد. وإله قادر. اكيد. يلا نقول مع بعض: طمني، جه وقال لي ما تخافش، ثق فيا، خلي عينيك دايما لفوق، همشيك على الميه. عايز أشكر ربنا جداً 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 لأجل الحلقة الجميلة العظيمة دي. بشكر ربنا من أجلك يا أخويا جورج، وبشكر ربنا من أجل شهادة ربنا عنك من خلال الناس. ربنا يباركك ويبارك بيتك ويبارك بناتك المباركين وزوجتك، ويبارك خدمتك كمان. صلي من أجلك رب يقودك ويسمر بيك لمجد. وعايز أشكر كمان أخواتي العازفين، أخواتي الأخواتي وأخويا أبانوف في الكورال. عايز أشكر كل المصورين المسؤولين عن الإضاءة والسي جي والصوت والبث، كل الناس اللي بتتعب لأجل الرب، مرمر على الباوربوينت ربنا يباركها، كل من تعب، والناس اللي بتخدم علينا هنا عماد. مش عايز أنسى أقول أسماء عشان ما انساش، بس هنشوفكم في حلقة جديدة من ليك تسبحنا. انتظرونا إذا تأنى الرب في مجيئه الحلقة الجاية. تعالوا نختم مع بعض بالكلمات الجميلة: طمني. قول ربنا طمني يا رب، قدامي هضبة أو قدامي هضاب، بس هو وعد، امسك في وعده. أنا أسير أمامك
والهضاب ومأهل. نشوفكم في حلقات جديدة من ليك تسبحنا. يلا نختم بالكلمات الجميلة دي. ثق فيا خلي عينيك دايما لفوق همشيك على الميه طمني يوقلي ما تخافش ثق فيا خلي عينيك دايما لفوق همشيك على الميه فرحني بوجوده فرحني ما جرحني ولا يمسي وعوده مسك الايدين حل السنين فرحني Three.